يقول يا الله تجعل مقول فيه خير اللي ما غيرك أحد عليم بخاف يا الحالي أنت الوحيد العليم بحالي وحلي وتعرف ما في ضميري قبل ينقال يعوذ بك أن أزل وإن يزل وإن يقول شيء يمقت أقوالي. أما بعد قصتي هذه تبي حلي طالت ومن طولها غثت على بالي مدري وش أقول منها وش بخلي زريت لقالها مخرج ومدخال إن جيت بقول قلت اللسكت أحسن لي وإن جيت بسكت تعد الصبر من والي أخاف لو قلت يحسب قولي مغلي والله يفسر خطط مقعد الحالي لكن بقول لو بتسيت أهل خلي مجبور يا عمي ومجبور يا خالي لو حالي من البارح مهيبة اللي من قصة همها نوخ لي جمالي قصها لو ان همها نوخ جبالي من قصة همها نوخ لي جبالي قصة برية بدت من عند جار اللي فاقت تعابيرها قاصية تخيالي شايب لحس قامت عينه تهلي خير لكنه من الدنيا شبه بالي همه مبين وحاله زود من سل يم صفاته فهو مضرب للامثال طالت عليها السنين وحيله مقلي ياخذ وقال اه ليت الموت جشوالي ياخذ وقال اه ليت الموت جشوال يطول خطاها القصيرة ما تجي ملي ولي تعب قال ربي سامح عيالي وخدت أفكر بحل أو من هو اليلي لو جيت لضام ننه يبا يلقالي وذكر علي الصديز سنخ واللي من يوم فكرت لأنه على بالي جيته وقال العلوم وقلت جار اللي كدر علي ما عندك حل تلقالي ما عاد يقدر يروح لحاله يصلي وعياله لهم سنة من زالهم خالي قال آه جارك هموم الشمس ها ظل يمنا همي من أمس مسفن دلالي قبل سنة فيه ابن عم وصدي زلي جاني يبي قرض قلت اخذه وأنا مالي قال أنت في العقدة بحطك كفيل اللي روتين ولا حمولي قدها جمالي قلت أبشر وقمت أرحب فيه وهلي ما كنت أفكر يصير اللي برحالي ما كنت أفكر يصير اللي برحالي واليوم فعلي مع عود خصيم اللي يحدني للرده ويشتت أمال أما يرد لي للرده ويشتت أمال يما سجني وزود طينتي بلي والله تقاصب الأرافها واخذ مالي قلت لها جل بس ربك عندها الحل يما أنا من عندك بمشي على فعلي ورجعت لا جبت شيء ولا نقص ذل يلا بعد زاد همي يومي التالي خايف من أقوى بعد بكرة يبين لي يردني من جديد ليت ويالي معادلي غير معادلي مالي يكدني خلى الخلا خلي وعيش فيما بقى لو اني الحالة قدام ما حصل الأجواد يحصل أما دخل السجن والله زعل العيال سلامتك هذه هي في اللي ما يجون أبوهم اللي يبطون ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله قل آمين إن الله يمتعك بالصحة والعافية ويسعدك الدنيا والآخرة. يقول عبد الله الناصر الشيحان